صحيفة الأخبار نشرة موجزة للأنباء. السلام عليكم ورحمة الله. استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون جراء تفجير إرهابي انتحاري بسيارة مفخخة أمام دير المخلص في حي العدوية السكني بمدينة حمص. وذكر مصدر مسؤول في حمص أن الإرهابي الانتحاري فجر نفسه بسيارة محملة بكميات كبيرة من المتفجرات أمام دير المخلص الذي يؤوي عشرات الأسر المهجرة جراء إرهاب المجموعات المسلحة، ما أدى إلى استشهاد 7 مواطنين وإصابة آخرين بجروح. وأضاف المصدر أن التفجير الإرهابي أدى إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة بالسيارات المركونة والبنى التحتية في المكان. أكدت المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية دكتورة بثينة شعبان أن أهداف العصابات المسلحة تلتقي مع أهداف كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي يدير ويرتب لها بعض ما تقوم به من أعمال إجرامية ضد الشعب السوري. وقالت شعبان في حديث لقناة الميادين أمس إن اعتداء العصابات الإرهابية على حاجز في القنيطرة هو جزء من العمل المدبر والمرسوم والمخطط ضد سوريا من قبل عدو سوريا الأول الذي يغتصب جزءا من أرضها ويغتصب الحقوق العربية وهو إسرائيل المستفيدة من كل ما يجري. وأضافت شعبان أن ما يجري في سوريا الآن هو جزء من محاولة إعادة رسم خارطة المنطقة تحت مسمى جديد هو الربيع العربي الذي يهدف إلى تدمير البلدان العربية وهويتها وتراثها وحضارتها. الصراع من أجل سوريا قائم، لأن سوريا بلد هام جدا تاريخيا وثقافيا وحضاريا، وفي 20 سنة الأخيرة أو 50 سنة الأخيرة مقاومة أيضا. وأعتقد أن ما يحدث الآن في سوريا هو جزء من إعادة رسم خارطة المنطقة أو محاولة، لأنهم لن يستطيعوا أن يعيدوا رسم خارطة المنطقة. وبما أن التسميات تأتي من عندهم، فالربيع العربي الذي اسموه ربيعا عربيا، وما يجري اليوم كثيرا في بلداننا العربية وخاصة في سوريا اليوم، هو محاولة تدمير هوية الحقيقة، تدمير بلد، تدمير تراث، تدمير حضارة. وحول مؤتمر جنيف 2 قالت شعبان إن سوريا ذاهبة إلى المؤتمر دون شروط مسبقة، لأنها تعلم إلى أين ذاهبة وأنها ستفاوض أسياد بعض المعارضين. وأضافت شعبان أن رؤية السيد الرئيس بشار الأسد للأزمة كانت واضحة جدا منذ البداية، ولم يكن هناك أي ارتباك على الإطلاق، وتعامل معها بشقيها الداخلي حيث نفذ معظم القرارات الإصلاحية، وبالخارجي كان دائما واضحا وصلبا ومرنا في التعامل، لأنه كان واضحا له أن هناك استهدافا حقيقيا لسوريا والمطلوب تدميرها وجيشها وهويتها. من يشترى بالمال ومن يتبع الإرادة الصهيونية والإرادة الأمريكية ليس كمن ينتمي إلى الأرض، لا، هناك فرق. وفي كل دول العالم، يعني أنا حين ذهبت إلى جنوب أفريقيا قالوا لي لم تكن مشكلتنا البيض، كانت مشكلتنا السود المتواطئين والفاسدين مع البيض، هذه كانت مشكلتنا. في كل دول العالم هناك أناس تشترى بالمال ولا تنتمي. يعني في سياق منفصل، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ممارساتها العدوانية والتعسفية بحق الجولان السوري المحتل وأهله ومقدراته الطبيعية، حيث افتعلت بعد ظهر أمس حريقا كبيرا على أنقاض قرية عين الحمراء المحتلة والمتاخمة لقرية الحرية بمحافظة القنيطرة. وقامت سلطات الاحتلال بإضرام النيران بعد ظهر أمس في منطقة السلالم بمحاذاة الأراضي الزراعية التي يملكها أبناء قرية بقعاث المحتلة، مستغلة حركة الرياح التي أدت إلى التهام المئات من الدونمات من الأراضي التي باتت قريبة من أراضي قريتي الحرية وجبات الخشب. يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي افتعلت خلال هذا الأسبوع حريقين في موقع عين التينة ومدرجات جبل الشيخ في الجولان السوري المحتل. انطلقت مسيرات حاشدة أمس في غزة والضفة الغربية وعدد من الدول العربية والأجنبية في إطار فعالية المسيرة العالمية إلى القدس، تعبيرا عن التضامن الشعبي مع الشعب الفلسطيني وللمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت وكالات أنباء فلسطينية أن الفعالية المركزية انطلقت في المسجد الأقصى بعد صلاة الجمعة، رفع خلالها المصلون الأعلام الفلسطينية ورددوا الهتافات المنددة بالاحتلال الإسرائيلي وممارساته وسياساته، في حين اعتصم عشرات الفلسطينيين في باحة باب العمود التي تعد إحدى أشهر بوابات القدس القديمة، ورفعوا الأعلام ورددوا الهتافات الوطنية التي تطالب بزوال الاحتلال ووقوف العرب والمسلمين والعالم أجمع إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حريته وحقه في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وكانت الأردن واحدة من 7 دول عربية شهدت أمس أيضا مسيرات مشابهة نصرة للقدس المحتلة، وحاول المتضامنون الأردنيون الوصول إلى منطقة الأغوار للمشاركة في مهرجان جماهيري عند أقرب نقطة ممكنة إلى القدس، تعبيرا عن تمسكهم بعروبة القدس. في القدس المحتلة أيضا عبر سكانها العرب عن آلامهم وآمالهم في ذكرى احتلال المدينة المقدسة، كما عبروا عن خيبة أملهم من تخاذل العرب تجاه قضية فلسطين والقدس. القدس تبكي والقدس تستصرخ الأمة العربية والإسلامية، احنا تحت احتلال وهذه سياسة مبرمجة مش من اليوم. القدس تناشد، احنا كان املنا بالزعامات العربية والربيع العربي اللي حكوا عنه، بس مع الاسف الشديد احنا من سيء الى اسوأ من يوم ليوم. للاسف يعني انه اللي احنا العمال بنلاحظه انه كثير من الناس المسلمين يعني ما مش ملقين الها بال، حتى يعني زعمائنا وحكام العرب مش مهتمين لاهالي القدس ولا عمال بدعموهم لا من قريب ولا من بعيد. نسال الله يصلح احوال امه محمد المسلمين ويجمعهم على تقوى لا اله الا الله، ويفك الاسر عن المسجد الاقصى بجاه لا اله الا الله. زعلان على الحرم اللي بدهم ياخذوه، اهم ايش الحرم عندنا، اهم ايش عندنا بالحرم اللي هي هم مش كل يوم والتاني هم نازلين عليه، شو بدنا احسن من هالشيء يعني. أكدت حملة تمرد التي أطلقها شباب في مصر لجمع 15 مليون توقيع من المواطنين لسحب الثقة من الرئيس المصري محمد مرسي والدعوة لانتخابات رئاسية جديدة، أكدت إصرارها على مواصلة تحركها حتى تحقيق أهدافها، مشددة على أن الاعتداء الإجرامي على مقرها في القاهرة وعلى اجتماع الحركة بدمنهور فجر اليوم وكل خطوات التخويف والترهيب لن تثني الحملة عن مواصلة طريقها الداعي إلى مظاهرات في 30 من حزيران من أجل انتخابات رئاسية مبكرة. وقال التمرد في بيان نشرته صباح اليوم إنه في حلقة جديدة من حلقات الإجرام والإرهاب، يواصل نظام حكم مرسي أسلوب الحكم عن طريق الميليشيات والبلطجة، ما جعل هذا النظام القمعي الإرهابي يرتكب جريمتين في يوم واحد لا يفصلهما غير ساعات. الجريمة الأولى كانت الاعتداء بالضرب والبلطجة واقتحام اجتماع للتيارات السياسية، وفي القلب منهم شباب تمرد بدمنهور. أما الجريمة الثانية التي تكشف طبيعة هذا النظام القمعي الذي يحكمنا بميليشيات إرهابية مجرمة، فكانت محاولة إحراق مقر حملة تمرد الرئيسي بالقاهرة، بما يكشف عجزه وضعف وخوف هذا النظام الذي اقتربت نهايته بكل تأكيد. في موضوع منفصل، أمر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في أيار مايو بصرف 1.3 مليار دولار كمساعدة سنوية للجيش المصري حسبما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية. وقالت المتحدثة باسم الوزارة جينيفر بيسيكي إن الجيش المصري هو ثاني جيش يتلقى مساعدة أمريكية بعد إسرائيل بهذه القيمة، كما أن صرف هذا المبلغ للسنة المالية 2013 كان موضع بحث دقيق. منعت سلطات حركة النهضة الحاكمة في تونس 8 دعاة من دولة خليجية لم تحددها من دخول البلاد في سابقة هي الأولى من نوعها، بعد أن كانوا يعاملون معاملة الرؤساء والملوك في تونس، وذلك عقب الانتقادات التي وجهتها المعارضة التونسية لحركة النهضة باستخدام دعاة محسوبين عليها يصدرهم شيوخ البترودولار الوهابيون إلى تونس.
وهذه أول مرة تعلن فيها السلطات التونسية عن منع دعاة قادمين من دول الخليج من دخول البلاد دون أن تكشف اسم الدولة التي قدم منها هؤلاء ولا عن طبيعة الأنشطة الدينية التي كانوا يعتزمون القيام بها. إلا أن المعارضة ووسائل إعلام تونسية تؤكد أن جمعيات إسلامية تونسية تتلقى تمويلات ضخمة من قطر والسعودية لنشر الفكر الوهابي في البلاد وتغيير نمط المجتمع، بينما تشير من جهة ثانية إلى وجود جمعيات إسلامية تونسية تقوم بتجنيد شبان تونسيين وترسلهم إلى سوريا للقتال إلى جانب المجموعات الإرهابية المسلحة تحت مسمى الجهاد. حث الرئيس الصيني شي جين بينغ مع نظيره الأمريكي باراك أوباما أمس، حث في منتجع صيني لاندز بولاية كاليفورنيا الأمريكية على العلاقات الثنائية وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن الرئيس الصيني قوله خلال المباحثات: إنني أجتمع هنا مع الرئيس الأمريكي لوضع برنامجا لتنمية العلاقات الصينية الأمريكية وإجراء التعاون عبر المحيط الهادئ. وأشارت شي إلى أن البلدين يتقاسمان مصالح مهمة ومتقاربة من تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الانتعاش المضطرد للاقتصاد العالمي، إضافة إلى معالجة القضايا الساخنة الدولية والإقليمية والتحديات العالمية. أعلنت رئاسة جنوب أفريقيا أن الرئيس السابق نيلسون مانديلا البالغ من العمر 94 عاما أدخل المستشفى مجددا اليوم السبت بسبب التهاب رئوي، موضحة أنه في حالة حرجة لكن مستقرة. وقال مكتب الرئيس جاكوب زوما في بيان صباح اليوم: تدهورت حالته مساء الجمعة ونقل إلى مستشفى في بريتوريا، مؤكدا أن حالته ما زالت حرجة لكنها مستقرة. بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية الموجزة، أتتكم من تلفزيون الدنيا في دمشق. شكرا لكرم المتابعة، ألقاكم بخير.